ولقد حاولت المملكة مراراً وتكراراً ووجهت النداء تلو الآخر إلى السلطات السورية للعمل على وقف دائرة العنف والبدء فوراً في حوار شامل وإصلاح حقيقي، ولكن تلك النداءات مع الأسف لم تلقى الاستجابة الملائمة. سيدي الرئيس، تحدث أحد الزملاء قبل قليل قائلا بأن بلاده تؤيد وقف العنف من قبل جميع الأطراف المسلحة في بلادي، وهو موقف توافق عليه سلطات بلادي، لكن مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت قد خلا من هذه الحيثيات، وخلا من هذه الإشارة، وافتقد إلى التوازن السياسي، وأخذ موقفاً معادياً من مسألة الاستقرار ووقف الأعمال المسلحة الإرهابية في بلادي. لا، بل أن البلاد التي يمثلها هذا الزميل تستضيف محطة فضائية مغرضة ذات اتجاه سلفي تقوم على مدار الساعة بتحريض الشارع السوري وتهييجه طائفياً ومذهبياً بهدف إذكاء الفتنة في البلاد. إنني فعلاً أشعر بالأسف لاضطراري إلى ذكر هذه المعلومات، وسوف أمتنع عن ذكر اسم البلد الذي أتحدث عنه احتراماً إلى تقاليدنا العربية. سيدي الرئيس، إن الإطار القانوني الدولي الذي تعمل الدول الأعضاء في فضائه يقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وقد تم تكريس هذا المبدأ في العديد من المواثيق الدولية وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية الفقرة السابعة وفي العديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبناء على ذلك يستغرب وفد بلادي كل الاستغراب كيف بدأ مقدمو مشروع القرار قرارهم المزعوم هذا باستذكار الميثاق بعد أن انتهكوا حرمته وتطاولوا على مرجعيته واغتصبوا توافقه، كما نستغرب قيام مقدمي مشروع القرار بدعوة السلطات السورية إلى التعاون مع والتنفيذ الكامل لخطة عمل الجامعة العربية حول الوضع في سوريا، متجاهلين حقيقة أن بلادي وانطلاقاً من حرصها على تحقيق المطالب الشعبية المحقة والسلمية وانسجاماً مع انتمائها العربي وقناعتها بأهمية الدور العربي لإنهاء الأزمة قد وقعت على بنود ورقة المبادرة العربية لحل الأزمة الراهنة في البلاد، واستقبلت اللجنة العربية المكلفة بمتابعة هذه المبادرة،
وشاركت في اجتماع مشترك مع أعضاء هذه اللجنة لمتابعة التنفيذ، كما قررت الحكومة السورية القبول بمشروع البروتوكول الذي أقره الوزراء العرب في اجتماعهم في الرباط بالمغرب، والقاضي بإرسال بعثة مراقبين عرب إلى سوريا تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية والتعرف على حقيقة الأوضاع في سوريا وتقييمها، ولكن بعيداً عن التشويش الإعلامي والتشويه الإعلامي، وبعيداً عن تحريض بعض المنابر غير المسؤولة على التخريب والدمار في سوريا. إن مشروع القرار سيد الرئيس تناسى الإشارة إلى الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وهو الأمر الذي أعتقد أن أي دولة ذات سيادة في هذه القاعة ترفضه رفضاً قاطعاً. ومن المفارقات العجيبة في هذا الصدد أن بعض الدول متبنية مشروع القرار والتي دأبت على إلصاق تهم الإرهاب والتطرف بجهات تقاوم الاحتلال الأجنبي في فلسطين والعراق ولبنان والجولان وأفغانستان وغيرها من الأماكن، ما زالت تصر على عدم الاعتراف بوجود جماعات مسلحة إرهابية في سوريا، وذلك على الرغم من صدور تصريحات علنية واعترافات لقادة هذه الجماعات المسلحة توثق ذلك، وبعضها بعض هذه التصريحات انطلاقا من أراضي دول مجاورة لسوريا. السبب وراء رفض تلك الدول الاعتراف بوجود مسلحين سيد الرئيس يعود بكل بساطة إلى أن تلك الدول نفسها مسؤولة بالكامل عن رعاية هذه الجماعات وتسليحها وتمويلها وحمايتها. سيدي الرئيس، رغم أن مشروع القرار قد تم تقديمه أساساً من 3 دول أوروبية، إلا أنه لا ولن يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العقل المدبر والمحرض الرئيسي للحملة السياسية ضد بلادي، وليس لمشروع القرار هذا صلة بحقوق الإنسان سوى أنه جزء من سياسة نمطية عدائية أمريكية ضد بلادي. لقد نقلت باسم بلادي إلى عناية كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، نقلت لهم معلومات موثقة عن عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود السورية مع بعض الدول المجاورة، وقد تم توزيع هذه الوثيقة رسمياً في الأمم المتحدة. هذه الوثيقة التي تحمل رقم S 2011/707 تاريخ 15 نوفمبر، هذه الوثيقة تتضمن أسماء إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم وهم يهربون السلاح عبر الحدود الدولية لسوريا مع بعض دول الجوار، وأنماط الأسلحة المهربة وأنواع الجرائم التي ارتكبت وعدد القتلى. كما دأبنا على تزويد الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن بمعلومات شبه دورية حول الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها في سوريا، بما في ذلك إطلاق سراح آلاف الموقوفين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وإنشاء لجان تحقيق وطنية في بعض التجاوزات التي حدثت ضد المدنيين. لكن بالرغم من كل هذه الشفافية لم نرى شيئاً من هذه المعلومات في مشروع القرار المقدم، وهو مشروع كما تعرفون ينظر إلى المشهد
بعين واحدة أصابها العور، ويزيد من استهجان بلادي سيد الرئيس لهذا النهج القائم على الانتقائية والخداع والضغط السياسي أن المقدمين الرئيسيين لمشروع القرار يتمتعون بسجل أسود في مجال حقوق الإنسان، فلا زالت الدول الأوروبية أو على الأقل بعضها والولايات المتحدة الأمريكية تغزو دولاً ذات سيادة وتهدد شعوب العالم النامي وتحرمه من الحق في الحياة والعيش بسلام وأمان، ولا تزال تفرض عقوبات انفرادية اقتصادية خارج إطار الشرعية الدولية ضد دول نامية على مرأى ومسمع من العالم كله، الأمر الذي يحرم شعوب الدول النامية المعاقبة من الحصول على حقها في التنمية خلافاً للعديد من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. أذكر هنا بالنسبة العالية التي يحصل عليها كل عام مشروع القرار الداعي إلى رفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود. كيف يمكن أن تدافع بعض الدول مقدمة مشروع القرار عن حقوق الإنسان في الوقت الذي تحرم فيه سلطات هذه الدول شعوبها من أدنى مقومات إعمال حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والأقليات والأجانب وحرية العبادة، وفقدانها حتى الآن لأي دستور يكفل الحياة البرلمانية الديمقراطية والتعددية السياسية فيها؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية سيد الرئيس ومعها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا عاقبت ولا زالت تعاقب الشعب الفلسطيني بسبب ممارسته خياره في عملية انتخاب ديمقراطية، والبعض من متبني مشروع القرار ضدنا يشارك في الجرائم التي تنتهك الإنسانية بسكوته ومباركته ودعمه لإسرائيل والاستمرار احتلالها للأراضي العربية المحتلة، على الرغم من ارتكاب إسرائيل عشرات المجازر وحرمانها للشعوب العربية الرازحة تحت احتلالها من أبسط الحقوق التي تضمنها لها القوانين والاتفاقيات الدولية. إن البعض من متبني مشروع القرار سيد الرئيس يضعون أنفسهم بإدراك أو بغير إدراك في خدمة تآمر البعض الآخر من المنين على دول منطقتنا. لماذا؟ السبب بسيط، الهدف هو فتح جبهات جديدة تمنع قيام الدولة الفلسطينية وتبعد الأنظار عن الاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي. إنما يقوم به هذا البعض من متبني مشروع القرار هو قراءة خاطئة ستعيد عقارب الساعة إلى عصر الجاهلية، ونحن لن نركب معهم هذه الموجة. سيدي الرئيس، إنما يؤكد صحة ما نقول هو قيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى بقطع المساعدات عن الفلسطينيين إذا ما تقدموا بطلبهم المشروع بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تحقق بالفعل عندما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها المخصصة لمنظمة اليونسكو بسبب اعترافها بعضوية فلسطين. إن كل ذلك يثبت بجلاء سوء نوايا الدول المقدمة لمشروع القرار ضد بلادي وسعيها المحموم إلى الضغط على سوريا سياسيا كي نغير خياراتنا السياسية الاستراتيجية، وذلك بدلاً من دعم مسيرة الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخراً بهدف تعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية ومبادئ حقوق الإنسان في سوريا. الهدف إذن سياسي وليس حماية حقوق الإنسان. من هنا يدعو وفد بلادي وفود الدول الأعضاء ذات الضمير الحي والتي غررت بها بعض الدول
متبنية مشروع القرار من خلال الإعلام المفبرك وممارسة الضغوط عليها. أدعوها إلى أن تقف إلى جانب الدولة والشعب السوريين، وإلى جانب حقنا في احترام خياراتنا الديمقراطية بأنفسنا، ورفضنا من ناحية المبدأ لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية أو في شؤون غيرنا الداخلية. وأدعو الوفود إلى وقف المؤامرة التي تتوضح معالمها مع تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنها، وأقتبس، لا تنصح أحداً من المسلحين بتسليم نفسه إلى السلطات السورية أو بإلقاء السلاح. انتهى الاقتباس. وذلك رداً على قرار الحكومة السورية بالعفو العام عن كل من يسلم سلاحه إلى السلطات الحكومية. أضيف أيضاً تصريح وزير خارجية فرنسا الذي أعلن فيه موقف بلاده العدائي تجاه سوريا ورفضها كل المبادرات العربية الهادفة لحل الأزمة السورية، حتى قبل أن يلتئم شمل الوزراء وزراء الخارجية العرب في القاهرة، عندما قال الوزير الفرنسي، وأقتبس، إن المبادرة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية لحل الأزمة السورية قد ماتت. انتهى الاقتباس. يضاف إلى ذلك التصريحات المتعاقبة لوزراء خارجية دول أخرى من الدول متبنية مشروع القرار، وهي تصريحات تدعم وجود الجماعات الإرهابية المسلحة في بلادي. سيدي الرئيس، إن تشجيع البعض لمطالب المعارضة الراديكالية بإسقاط الحكم عن طريق السلاح والقتل والإرهاب هو محاولة انقلابية مدعومة من الخارج وليست إصلاحاً، ولا يجوز أبداً أن تكون الأمم المتحدة في خدمة هذا المشروع. أليس التصريح السياسي لبعض قادة الدول المتبنية لمشروع القرار ووزراء خارجيتهم بأن الرئيس السوري قد فقد شرعيته وبالتالي عليه التنحي برأيهم، أليس ذلك بمثابة خرق فاضح للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وتدخل فظ في الشؤون الداخلية السورية يستدعي المساءلة؟ ألا يعتبر ذلك محاولة لعرقلة الإصلاحات الوطنية من خلال تحريض الشارع السوري ضد قيادته الشرعية ودفعه إلى عدم الانخراط في الحوار الوطني؟ هذه أسئلة مفتوحة نتركها لعناية السادة أعضاء الوفود. إنما يروج له سيد الرئيس على أنه ربيع عربي، إنما هو نسخة جديدة من اتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية الرامية لبناء ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد كيان جديد يراد استحداثه كي يحل مكان تجمع معروف يدعى بالوطن العربي أو العالم العربي. هذا الشرق الأوسط الجديد من المفترض أن تقوده إسرائيل، ولكي يتم ذلك يجب تفتيت دول المنطقة على أسس طائفية وعرقية ودينية ومذهبية لتبرير تنفيذ ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، بما يسمح بتطهير عرقي جديد ضد الفلسطينيين في وطنهم الأم، ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة الجولان إلى وطنه الأم سوريا. أخيراً سيد الرئيس، إن هذا المشروع لن يتحكم بقرارنا الوطني في المضي قدماً بمسيرة الإصلاحات، وكل هذه المؤامرات والمناورات المفضوحة لن تثنينا عن الاستمرار في حماية بلادنا وشعبنا من أي أطماع خارجية، وتصدينا بكل ما أوتينا من قوة لأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية.
وفي نفس الوقت إن بلادي سوريا مصممة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعبها، ومصممة كذلك على متابعة دورها البناء في تعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان. بناء على ما سبق، تطلب بلادي سيد الرئيس إجراء التصويت المسجل على مشروع القرار L57 تنقيح أول، وتوخياً للحفاظ على كرامة ومصداقية آلية حقوق الإنسان للأمم المتحدة، فإنني أدعو بكل تواضع جميع الدول الأعضاء للتصويت ضد مشروع القرار هذا. شكراً سيد الرئيس.